ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس بلدية جنين نضال عبيدي، أهلا وسهلا بك. يعني كما أكد التقرير، عشرات العائلات، مئات الأفراد، وربما معظم سكان المخيم لا يزالون يعانون من تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على المخيم. نتحدث عن معظم سكان دون ماء وكهرباء، ناس بحاجة إلى مأوى، وأناس يقطنون منازل تحتاج إلى إعادة ترميم. ما هي الأولويات اليوم في جنين؟ يعني بداية هي المسألة كانت يعني حرب إبادة تعرض لها مخيم جنين، وتعرضت لها مناطق كبيرة من مدينة جنين. كانت هناك يعني هدم كامل للبنية التحتية وإزالة وتخريب يعني ممنهج ومتعمد لحتى يكسروا كل مظاهر الحياة الموجودة داخل المخيم. تم تدمير الشوارع وخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء وحتى خزانات المنازل، خزانات المياه اللي على أسطح المنازل يعني تم تدميرها وتم تخريب الجزء الكبير منها، حتى توفير يعني توفير المياه اللي كانت مخزون عند المواطنين تم إبادته وتم تدميره، وهي كانت يعني لمحاولة لكسر شوكة المقاومة ويعني يعني الإحاطة بهذه المقاومة وتدميرها وحتى اللجوء ل السيد نضال عبيدي، التأخر في معالجة كل هذه يعني النتائج للاعتداء الإسرائيلي، ما هي تداعياتها؟ يعني الآن في اللحظات الأولى لخروج القوات الإسرائيلية بدأت طواقم شركة كهرباء الشمال بإعادة التيار الكهربائي، وقد نجحت في اليوم الأول من توفير يعني طاقة كهربائية لجميع البيوت، وحتى إنها كانت هي خطوات إسعافية لمجرد يعني الإضاءة، لكن كانت يعني تكفي حتى يعني إعادة التيار الكهربائي. طواقم بلدية جنين وبالإضافة مشكورة كل بلديات الضفة اللي قامت يعني بمدجل العون لبلدية جنين وطواقم بلدية جنين. ايضا في عندنا يعني ما يسمى زهرة الفنجان، وهذه يعني شركة خاصة في عمل يعني تنظيف، ومدينة جنين تنظيفها تنظيف كامل، لانه كانت بحالة يصعب على المواطن حتى العيش فيها الا بكمامة. كان الوضع صعب وصعب جدا، كل الهيئات وكل الطواقم، وكانت يعني بعمل مباشر بتوجيهات من الرئيس ابو مازن والحكومة وكل الطواقم اللازمة وكل الهيئات والوزارات، اشتغلت يعني على كلب رجل واحد من أجل إنقاذ المخيم. وفعلا بدأنا بإنشاء اللجان الخاصة بتقييم أولي لحجم الأضرار، ومن ثم البدء في عملية الإصلاح والترميم. هل هناك أي عقبات، ربما هل يضع الاحتلال عقبات أمام أي مساعدات خارجية للمخيم؟ من العقبات الأولى اللي واجهناها في البدايات كانت هناك بعض العضوات الغير يعني ما تم تفجيرها، وكانت هذه مخاوف كبيرة حتى تحت الردم ممكن يكون فيه هيك. تلقينا بعض من 3 إلى 4 عضوات، والحمد لله تم يعني تحديدها وتم يعني اجتياز المهنة هاي بسلام، لكن ما زالت الطواقم تعمل وما زالت الجهود مبذولة والكل يعمل على كرب رجل واحد، لكن هناك بعض يعني ما زال من الوقت كفاية لحتى أنه نستكمل كل الإجراءات اللازمة. شكرا جزيلا لك رئيس بلدية جنين نضال عبيدي.